أطلق الاتحاد السعودي للجمباز يوم الخميس أول بطولة لناشئات اللعبة في مدينة الرياض، طبعاً بطولة للناشئات، وأطلقت البطولة بأجواء حماسية بثلاث فئات عمرية وبمشاركة عدد من الأندية. نقلنا لكم أجواء افتتاح البطولة، نتابع تقرير الزميل نواف العنقري. سعيدين جدا بأول بطولة تمت الآن، لأن هذه هي أول خطوة من خطواتنا علشان نخطو المنتخب السعودي للبنات. الإقبال كان جدا عالي، بعض الأندية انسحبت، كانت شوية خايفة من البداية على الرغم من انسحاب الكثير، لكن ظل معنا 11 فريق من مختلف مناطق المملكة. عندنا فرق من ينبع، من المدينة، من جدة، من الشرقية، من الطائف، وهذا شيء جميل جدا. في الحقيقة احنا بدأنا بنات تقريبا من 5 شهور، خلال الشهر الأول شفنا ارتفاع 300% في التسجيل، وهذا أسعدنا جدا. فتحنا الباب لجميع المشاركين، وبدينا نختار من هذول المشاركين المواهب اللي حتقدر نبني منها المنتخب، اللي عندهم مميزات خاصة، اللي عندها مهارة معينة، واستقطبناهم وحطيناهم في الفريق نعطيهم تدريبات خاصة مكثفة. احنا عملنا برنامجين تطوع، برنامج مساعد مدرب وبرنامج مساعد إداري. برنامج مساعد مدرب في نهاية التدريب إذا كان أثبت جدارته وكان جيد بما يكفي، ممكن احنا نبتعثه عشان يكون مدرب محترف ونزيد نسبة السعوديين المدربين للجمباز. وعملنا برنامج مساعد إداري نساعدهم ان هم يعرفوا المجالات اللي حابين يشتغلوا فيها بعد ما يكبروا. المتطوعين عندنا من 15 سنة إلى 20 سنة، وكانوا هم الأساس الرئيسي في بناء هذا الصرح. جيت هنا على أساس أني أنا أبغى أتدرب، كان حصة واحدة بأسبوع 3 مرات، ما كان شيء مرة كبير بالنسبة لي. قعدت تقريبا أسبوعين على هالكلاسز لين ما انتبهت أن عندهم مساعد مدرب. هو كورس أنه تشوف إيش المدرب يسوي وتحاول تقلده وتحاول تتعلم أشياء منه تطور نفسك. دخلت جربت، قلت ليش لا، ما راح أخسر شيء، ويعني صدق كان أحسن قرار سويته. تحس سعودي الجمباز مو بس زملائي والأصدقائي، هم صاروا أهلي. كنت أقعد من الصبح لين الليل وما أحس مرور الوقت. صدق أني أصير مساعدة مدرب هذا كان أحسن قرار. فعلاً أجواء رائعة وحماسية، وأكيد نبارك للبطلة واللاعبة الحاصلة على المركز الأول في هذه البطولة. أكيد معانا آية شطوي اللي لها إنجازات كبيرة ونجاحات كبيرة في هذه الرياضة منذ الصغر. هلا وسهلا بك يا آية. أهلاً وسهلاً. أول شيء ألف مبروك. شكراً. حصلت على جائزة، حصلت على المركز الأول من كل هذول البنات، انت حصلت على المركز الاول. كلمينا يعني هذا المركز الاول عن اي فئه عمريه. انا اسمي آية شطا، واشكركم مره. فزت بالمركز الاول في فئه 9 ل 11، وجبت اعلى درجه في الكومبيتيشن كله، في اول كومبيتيشن للبنات للجمباز في السعوديه. ممتاز، ممتازه يا آية، جدا فخورين فيكي. طيب كيف كانت اجواء البطوله لما شاركتي، لما شفتي البنات التانيين، كيف زاد الحماس عندي، كنتي مبسوطه ولا لا؟ كلمينا عن الاجواء اللي عشتيها في هذه البطوله. الاجواء كانت رائعه، ومره كنت مبسوطه عشان هذا كان حلمي واتحقق. وشفتي تنافس قوي بين البنات، شفتي كذا البنات يتحدوا بعض وفي تنافس، انه كل واحده تبغى تفوز وكل واحده بتوري احسن ما عندها. ايوه كل احد طبعا يبغى يفوز، بس كل احد كويس مع بعض.
حلو، هذا أهم شيء، التنافس ونكون نحب بعض وفي النهاية نتمنى الخير لبعض، هذا أهم شيء طبعاً. وأكيد هم مبسوطين ليك إنك فزتي كمان يا آية. آية طب في كثير ناس يبغوا يعرفوا أنت متى بدأت معاكي حب الجمباز، هذه الرياضة الحلوة، من متى بدأت تمارسيها؟ من كان عمري سنتين كنت أفك اليوتيوب وأشوف إيش هو الجمباز وكيف إيش هو الليفلز وكيف أقدر أخلص دول الليفلز. الجمباز كأنها هي المدرسة، مثلاً جريد 1 إيش الأشياء اللي تحتاجيها، ولما تخلصي جريد 1 تروحي على جريد 2 بعدين جريد 3 بعدين جريد 4 جريد 5. يعني أنتي بدأتي بس من اليوتيوب؟ أيوة. معقول وصلتي ما شاء الله لهذه الدرجة من الاحترافية من غير وجود مدرب معاك يساعدك يعلمك يقولك كيف تسوي؟ لما صرت ادفانسد احتاج طبعا مدرب يجي لي خاص لي في البيت، عشان سويت جيمناستيك جيم لنفسي للبيت واشتريت الأجهزة اللي احتاجها واتدرب. لما هو الكابتن ما يكون فيه انا كمان اتدرب لوحدي على اليوتيوب. كم ساعة تتدربي يعني في اليوم؟ الدرب it depends on the day، ممكن 3 إلى 6 ساعات. من 3 إلى 6 ساعات؟ إيه. كل يوم؟ كل يوم. طب هذا الشيء مو سهل يعني، بعد أكيد ما تخلصي وجباتك وتخلصي مدرستك، يعني ما بتسوي شيء تاني في الدنيا غير إنك تجلس تسوي جمباز في البيت صح؟ طيب كلميني عن ماما. طبعا نشكر ماما اللي وجودها معانا اليوم ولدعمها لآية. اكيد ماما كيف كانت تساعدك كيف تدعمك؟ ماما مثلا انا لما اسالها شيء هي تجيب لي هو، وهي دائما تدور لي مدربين وتسفرني عشان اقدر اتدرب مع ابطال عالمين ومدربين عالمين، ودائما تساعدني. يعني انت في اجازه الصيف بتسافري برا بتدخلي نادي لتعليم الجمباز عشان تطوري نفسك فيه. طيب اديها العافيه ماما. طب ماما ما تخاف عليك لما تسوي بعض الحركات؟ يعني في حركات انا لما اشوف بنتي اقول لها لا خلاص لا تسوي، تقول لي يا ماما عادي هو الجمباز كذا. فماما ما تخاف عليك؟ ما تخاف علي، بس تعرف انه عندي مدرب وتعرف انه I will take care of myself. great great. طيب آية بالنسبه للاكل، يعني احنا نعرف ان اللي يلعبوا جمباز لازم ياكلوا كويس ويتغذوا كويس عشان يقدر يسوي الحركات، وفي اكل المفروض ما ياكلوه صح؟ ايوه. زي ايش نظامك الغذائي؟ انا صراحه اكل اي شيء، بس المهم انه لازم تتدربي، بس كمان لازم اكل صحي عشان اكون قويه. ممتازه ممتازه يا آية. طيب وانت بتتدربي على الجمباز كان في اشياء صعبه عليك مره؟ كان في اشياء خلتك مثلا تزعلي انك ما انت قادره تسويها؟ في صعوبات كانت؟ ايوه، عشان الجمباز هي رياضة اصلا صعبة، ومن البداية الحركات دائما تكون صعبة، بس لما اتمرن عليها تصير سهلة لي واعرف اسويها مضبوطة. بس احنا نشوف انه مدربين الجمباز يعني بنشوف كذا انه لما يدربوا الاطفال الصغار بيشدوا عليهم كذا، ممكن الطفل يبكي يتألم بعدين يقول لك لا هو كذا التدريب حق الجمباز كذا صح؟ يعني مو مرة يعني، خصوصا في الاستريتشنج في اللي يسموها الأوبن هذه اللي تفتحوا كده رجولكم السبليت. إيه. هو مو مفروض الكابتن يعورك، بس هو في نفس الوقت هذا التمرين هو مفروض يعورك عشان بيفتح your muscles. ممتاز ممتاز. طيب شاركتي كمان في بطولات تانية؟ إيوه. غير هذه البطولة إيش هي؟ شاركت في بطولات في كل مكان، مثلا في 2017 شاركت في بطولة هنا في السعودية وفزت بالمركز الأول، وفي 2018 شاركت في بطولة في مصر مع حق التيم فزنا المركز الأول، وفي 2019 شاركت في بطولة في جدة وفزت بالمركز الأول وكان الجوجز هولنديين، وكمان في 2019 فزت بالمركز الأول في كومبيتيشن في دبي، ومرة كان صعب عشان كل البنات كانوا 5 سنين أكبر مني، بس لسه فزت بالمركز الأول. وفزت بالمركز الأول ما شاء الله آية، بطلة حقيقية يعني. آية ما شاء الله عليكي قد إيش أنت شاطرة وبتثبتي نفسك، وما شاء الله عليكي وبتتدربي وبتسوي كل شيء، يعني جدا فخورين فيكي يا آية. طيب بعيدا عن الجمباز كده، بعيد عن هذه اللعبة الحلوة المفضلة، في رياضات تانية تحب تسويها؟ أيوة، أمارس جميع أنواع الرياضة مثل الباليه، الكاراتيه، كرة القدم، كرة السلة، وكمان أحب أتعلم لغات وصاحب الناس وأمثل. You are amazing. أنت رائعة جدا يا آية، وعندك كل حاجة اللي تخليكي بطلة، واكيد هذه البطولات اللي فزت فيها تخليكي تحلمي بايش؟ بالاولمبياد.
ايش هذا الموضوع؟ كلمينا عنه. نفسك تشاركي في الاولمبياد، خصوصا انت شفتي الاولمبياد حق السنه هذه، فقره الجمباز هذه من احنا صغار دائما نحضرها، انه نشوف البنات كيف يسووا الجمباز وكيف كانوا مره حلوين، وفي بنات مره صغار وبيسووا اشياء مره صعبه. بتشوفي هذه الاشياء؟ ايوه طبعا. ايش تحسي لما تشوفي الاولمبياد؟ انا احس اني انا كمان ابغى اكون كده، ابغى اكون بطل البلدي وافوز في بطولات، مو بس في الاولمبياد بس كمان جوة السعوديه وبرا، وارفع علم بلدي فوق في السماء، واخلي كل الناس يكونوا صحيين ويحبوا الرياضه ويحققوا احلامهم، عشان ان شاء الله ما في شيء مستحيل. ما شاء الله تبارك الله عليك يا آية، جدا فخورين فيكي وجدا شكراً. مبسوطين فيكي، وشكرا انك معانا اليوم، يعني جيتوا من جده مخصوص على هذه المسابقه، وانك تكوني معايا اليوم في الاستوديو، انا مره تشرفت فيكي. بس عندي شيء اخير، ايش نصيحتك لكل البنات اللي حابين يسووا جمباز ولكن خايفين او ما هم عارفين، ايش تنصحيهم؟ انصحهم انه ما في شيء ابدا مستحيل، ولازم they keep working on it ويحققوا احلامهم ان شاء الله. برافو آية، I'm so proud of you. أنا فخورة فيكي وشكرا لوجودك معنا، وألف مبروك على هذه الجائزة، وإن شاء الله يا رب نشوفك في الأولمبياد، وأكيد حنكون داعمين ليك وحنكون معك. شكرا لك يا آية. شكرا حبيبتي. مشاهدينا انتظروا المزيد من الفقرات، ولكن بعد فاصل قصير. بعد الفاصل عندما تكون للصورة حكايات،